اهلا بيكم حلقه جديده من عمل ده. زي ما تقولوا وصفاتنا حلوه جدا، هعمل معاكم احلى فايته مكرونه حتى تاكلوها وتدوقوها وتقولوا لي، وهنعمل كمان باذنجان مشوي بطريقه حلوه قوي. تعالوا شوف اول وصفه معايا، وهي مكرونه الفاهيته. عندي لحمه فاهيته او لحمه شاورما تقطعها فيها الشاورما، عندي فلفل الوان، بصل، جرجير، مكرونه قلم مسلوقه، عندي الصلصه، كريمه الطبخ، مرقه خضروات يعني مكعب خضروات، عندي جبنه الموتزاريلا، توم، بصل مبشور، جزر، والبقدونس. تعالوا شوف كده. هي اول حاجه انا هجيب زيت، هجيب البصل مبشور، وهجيب الثوم معلقه ثوم، بصل مبشور او نص بصل كبيره، عندي ملعقه كده وبيسخن ويسخنوا. الزيت يعمل ايه وبطريقه جميله ما تسخن. يلا بينا نخضر ونسري جوز ويعمل كل احلى فاهيته واحلى جزر مبشور وبطريقه جميله. وسي بي سي سفره حضرت معكم في برنامج عمايل ايديا.